السلام عليكم، انا اسمي محمود مصعب محمد، عندي 20 سنه. صحابي قالوا لي ان انا بكتب شعر كويس، فعشان كده شجعوني وقدمت في مسابقه شعر البلد مع الشاعر هشام كاح. هقول لكم جزء من اللي انا بكتبه. ولد وفي ايده علم، بنت وفي ايديها علم، وراجل عجوز في ايديه ورقه مكتوب عليها صوت اللي اتظلم. مات الولد والعالم اتغرق بالدم، والبنت اتعرت واتسحلت وكشف العرض. مصر بتبكي ونالها حزين على حال شعبها واللي ضايقته من الظلم. مصحف وصليب والدين لله، على ارض واحده شايلين الهم. ام مينا ام احمد عم بطرس عم حسين بيدعوا للشهيد وياسوا الام. ومصر عروسه ناقصها الطرحه وتكمل الفرحه قبل ما يموت الحلم. انا ان شاء الله بتمنى ان كلامي يعجبكم وتصدقوه، واشكركم جدا.